إجا هيثم حقي وأنا بعرف وأخبرني الأستاذ هيثم أنه هو نفسه كان عنده مخاوف من أنه يختارني لهذا الدور لأنه باللهجة الشامية وهذا كانت المرة الأولى كمان بالنسبة لي مغامرة من الأستاذ هيثم حقي وبالإضافة لأنه مسلسل ضخم كتير يعني بطولة مطلقة كان عندي 850 مشهد من أصل 1200 لكن حققت حضور والمسلسل كان قريب وقربك وهذا أكثر وهذا فعلا واحد من الأشياء اللي أنا بشكر الأستاذ هيثم حقي فيها لأنه فعلا هو أعاد خلق المهنة تبعتي بجانب آخر فتح فيها باب جديد وعطاك فرصة فيها طبعاً. حساسية مغايرة طبعاً. عموما بعد الفاصل أعزائنا راح نروح إلى المرأة البدوية امرأة القرن التاسع أو عفوا الثامن عشر مع الفنانة صبا مبارك بعد قليل. هنوف امرأة الصحراء امرأة القرن الثامن عشر المسلسل الجديد وهو أحد آخر أعمالك صراع على الرمال كلمينا عن هذا العمل هذا العمل اللي ممكن نقول وحسب ما قرأنا أنه هو إنتاج ضخم من خيال وأشعار الشيخ محمد بن راشد المكتوم وإخراج حاتم علي طبعا المخرج المتميز وسيناريو هاني السعدي عمل صراع على الرمال عمل الأضخم إنتاجيا هذا اللي أنا بعرفه الأضخم إيه؟ الأضخم لحد الآن في الدراما العربية بالتلفزيون بالإضافة لأنه هذه الضخامة الإنتاجية وفرت عناصر جدا مهمة للعمل وهذا الحكي ناتج كمان عن قيادة حاتم علي أكيد للمسلسل نادرا ما بهذا الوقت نجد مسلسل يجمع هذا الكم من النجوم المخضرمين منى واصف طلحة حمدي عبد الرحمن أبو القاسم وأسماء كبيرة أخرى بالإضافة لنجوم شباب كل واحد منهم بمفهوم السوق ممكن يحمل عمل وحده كل هدول العالم اجتمعوا تحت قيادة حاتم علي وعملوا عمل بدوي من خيالي وأشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ينقلنا صراع على الرمال إلى الصحراء العربية مطلع القرن الثامن عشر حيث تدور أحداث هذه الملحمة الشعرية البدوية التي تعيد إحياء المعاني الأصيلة للفروسية والشجاعة والوفاء في مواجهة الغدر والشر والخيانة امشي امشي قبل ما يضيع مني الصبر واسويها امشي وذكرتي انه يشكل تحدي هذا العمل سيشكل تحدي في الدراما العربية طبعا طبعا بسبب صورة سائدة عن الدراما البدوية انه هي دائما دراما تأتي في المرتبة الثانية او الثالثة او انها شعبية جدا او نعم كل هذه الاحكام المسبقة وهذا الحكي انا مثلا قرأته بتصريحات لزملاء ممثلين سمعته اكثر من مرة وأنا شخصياً ضده لا يوجد شيء اسمه مسلسل سيء لأنه مسلسل بدوي في شيء اسمه مسلسل جيد أو مسلسل سيء البيئة هي فقط إطار للعمل الدرامي إطار مهم جداً ولكنها إطار بس أنت بإمكانك تعمل مسلسل بدوي غير مهم صحيح مسلسل بدوي مهم ونحن نسعى للمهم إن شاء الله جميل دورك في هذا المسلسل بشكل كتير بسيط هذه القصة مستلهمة من قصص الحب الكلاسيكية إذا بدك تطرحي مثال عليها مثلا عند شكسبير روميو وجولييت هذه القصة اللي فيها حب كبير جدا تخالطه مأساة كبيرة جدا فتاة وشاب
يقعوا في حب بعضهم البعض. الفتاة هي أنا والشاب بيلعب دور الفنان تيم حسن. بيطلع هذا الشاب من قبيلة معادية. هل تيم الكلاسيكية البسيطة هي محور العمل بالإضافة لخطوط أخرى كثيرة جوا هذا العمل، منها مثلا خصوصية أنه الفيلن الشرير في العمل هو الذي يروي الحكاية، منها أنه في كسر لكثير من القواعد تقنيا المتوقعة عند الجمهور. شوقتين. أنا نفسي متشوقة. طيب حلو متشوقة. الحب، الفروسية، الثأر، الخيانة، يعني الشعر، هذه المواضيع اللي ممكن نقول تحرك معظم المسلسلات البدوية. قرأت لك تصريح تقولين أنك لا تتوقفين عند دور محدد مهما كان مميزا، بل تتجاوزيه لتبدأي من جديد، وتخافين أن يتم استثمار نجاحك في أي دور لعمل آخر. ألا تخافين أو ما خفتي قبل المغامرة بهذا الدور، خصوصا أنك نجحتي في وضحة، يعني وكأنك يعني أنك استثمرتي نجاح هذا الدور في مسلسل بدوي آخر؟ أنا استثمرت في شيء أهم من هذا، استثمرت في أني أنا عم بشتغل مع حاتم علي بهذا المسلسل. أنا بالنسبة لي كانت المرة الأولى للعملي معه، وبالدرجة الثانية أنا عندي يقين لأنه أنا متابعة، يعني بحكم مهنتي وبحكم أنه أنا كمان شخص ممكن يتابع الأعمال الفنية، بعرف تماماً أنه هذا المخرج ممكن أنه هو ينقل الممثل من صورة بيعرفها عن حاله لصورة تانية جديدة عليه وممكن تفاجئه، وأنا كنت مراهنة على هذا الشيء وبدون ما أنا أعمل أحكام مسبقة، لكن بتوقع. كنت خايفة؟ كتير 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 بالمقارنة والجمهور لا كنت خايفة من شيء تاني بالحقيقة، كنت خايفة من أني أنا أقدر أطلع من شخصية واضحة بأي معنى، بمعنى أنه أنا نفسي ما أتنمط مع حالي. أنا نفسي ما كانك تتحدي نفسك يعني. بالضبط. يمكن نقول أن هذا الدور يعني خصوصا الناس بتترقب هالأدوار، بس أنت كشخص كامرأة وكأنك تستعيدي ممكن نقول قصص حب أو قصة حب ما، وكأنك تستعدي للدخول في قصة حب من جديد. كل عمل ايضا بده طاقه نفسيه ايضا طبعاً. وطاقه روحيه طبعاً. الحب كيف بتهيئي نفسك او كيف بتحضري نفسك لمثل هالامور؟ بتقصدي للعمل الفني مش هيك؟ العمل الفني بالنسبه لي حاله دائمه من القلق، يعني على قلق كان الريحه تحتي، بضل انا ليل نهار في عندي هاجس، وهذا الهاجس باحيان على فكره بيعطلني عن اني اكون عقلانيه واحلل. في ممثلين أنا بعرفهم زملاء مهمين كتير، هم أكثر عقلانية مني، بيعرفوا تماماً شو بدهم من المادة اللي عم بيتعاملوا معها. أنا شخص أكثر حدسي يعني باطني هو اللي بيحرك الأشياء عندي أكثر من المنطق، فبضلي عم مثل الكائن المحجوز بمكان مسكر لا لحظة البداية. دائماً في عندي بلحظة البداية شرارة بتنطلق، بتوجه هالطاقة اللي موجودة جواتي وأنا بعرف أنها طاقة كبيرة، أو بتوجهها لمفتاح نجاح بأنك تصبر غور شخصية ما، أو أنك ما بتنجح، وهذه طبعاً ضمن مغامرة الفن. يعني يمكن بتتعاملي بعاطفة أكثر من أنك تكوني عملية وصاحبة حسابات ما مع الشخصية. بالزبط. صحيح؟ بالزبط. طيب اللهجات البدوية، يعني يمكن حسب ما أشوفك أنك بتتقني كذا لهجة، يعني اللهجة البدوية أيضا تختلف من منطقة إلى أخرى، من جغرافيا إلى أخرى، صح ولا مزبوط. لا؟ يعني من اللهجة ممكن نقول الشوام إن صح التعبير بين هلالين وصحراء شبه الجزيرة، كيف تعاملتي أيضا مع اللهجة؟ الحقيقة مثلا هذا شيء لبكني، يمكن لبكني أكثر من الممثلين اللي مش مشتغلين بدوي من قبل، لأنه في لهجة معينة أنا تعلمتها، بعرف البدوي هذا بادية الأردن وهاي اللهجة، فجأة أنا صرت بدي أحكي لهجة معين. عرفتي كيف؟ لأنها لهجة غريبة، فأنت بين المصري مثلا عم تحكي مصري، شو بعرفك بالمصري تبع بولاء الفرق عن المصري تبع؟ فكانت في البداية يعني مصدر تشويش، ولكن كان معنا مدقق للهجة الأستاذ هشام كفارني، كان حاضر للحقيقة يعني على تفاصيل كل شيء، ما كان يترك حدا بدون ما يعني يتأكد أنه هو
في المنطقة الصواب باللهجة، وهذا شيء كتير مهم لأنه الجمهور بالنسبة له هذه مسائل بتمس مصداقية الشيء. قد ما كان جميل الشيء، إذا ما أنا صدقتك ابن صحيح. هالبيئة ما رح تمت، ممكن مفردة ممكن بتفرق مع المشاهد طبعا. بالنسبة للهجات بشكل عام، تجربتك مع اللهجات، يعني مثلتي باللهجة التونسية وفيلم الأوديسة صح؟ مثلتي باللهجة ممكن نقول البدوية شبه الجزيرة اليوم، ومثلتي أيضا بمنطقتكم بالشامي، ومثلتي أيضا باللغة العربية الفصحى. كيف بتتعاملي مع موضوع اللهجات؟ ومثلت بالطلياني وانا ما بحكي ولا كلمه طيب. طلياني ومثلت هل في براكتس بتعملي يعني هلا اتوقع انه جينيا يمكن في ناس مؤهلين اكثر من ناس بانهم هم يتلقوا هاي الاشياء. مثل الناس مثلا اللي شاطرين بالارقام، مثل الناس اللي بيتقنوا لهجات، مثل يعني اتوقع هيك شيء. بالاضافه لانه انا في عندي شغله انه بلقط الفوناتيك تبع اي لهجه، موسيقتها، اكثر ما اني اكون عم بتقن اللهجه نفسها. ففي كثير من الاحيان هذا كمان بيخدع وبيساعد الممثل، ما هي التمثيل كمان فيه لعبه احتيال صحيح. يعني فانا من هالمكان بمسك هيكل وبعدين بصير أأثثه وأعبي شوي شوي من جوا. طيب أيهما ممكن نقول أي هذه اللغات ممكن او اللهجات لنقل انت بتتوهجي معها اكثر امام الكاميرا، الفصحى أم اللهجة البدوية أو اللهجة السورية ممكن نقول العامية؟ اللغة العربية الفصيحة هي لغة أداء أكثر منها لغة تمثيل، دائما في حاجز لأنها هي لا تمثل الواقع صحيح المعاصر يعني، ولكنها لغة جميلة جدا لأنها معبرة، ولأنه في كلمات باللغة العربية الفصيحة لا يمكن أنك توجد لها مرادف باللهجات العامية تبعت الشعوب العربية من ناحية، من ناحية تانية لأنها تخاطب أحاسيس كبيرة جدا، بتشبه الملاحم، بتشبه الروايات الأسطورية، وهذا الشيء غير موجود للأسف لأن اللهجات العامية خفيفة. بس بالعموم أنا